لا ترأس أمسٍ في نيويورك اجتماعاً افتراضياً حول التحديات متعددة الأبعاد والمتداخلة في منطقة الساحل الوسطى. وفي كلمته الافتتاحية ذكر السفير بأن اختيار هذه المنطقة ينبع من الأهمية التي يوليها لها المغرب والملك محمد السادس بشكل خاص. وأشار الدبلوماسي المغربي في هذا السياق إلى الخطاب الملكي الموجه إلى المؤتمر الأول للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، والذي أكد فيه العاهل المغربي أنه يمكن للمنطقة أن تتحول إلى نموذج متقدم للتكامل الإقليمي على المستويات الاقتصادية والبيئية والسياسية والبشرية أيضا. نبقى في المغرب دائما، حيث تواصل محاكم المملكة إجراء المحاكمات عن بعد، وفي آخر حصيلة لهذه المحاكمات على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح من يونيو إلى الخامس منه، تم عقد 338 جلسة عن بعد، أدرج خلالها 6290 قضية، وتم البث في 2337 منها. وقد أكد المجلس الأعلى السلطة القضائية أن العملية استفاد منها 7562 معتقلا، كما تمت محاكمتهم عن بعد ضمانا لحمايتهم من المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية. ونوه المجلس بعملية المحاكمات عن بعد والتي دخلت شهرها الثاني من التطبيق بمختلف الدوائر القضائية لمحاكم المملكة كأحد الخيارات الاستراتيجية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا. إلى المنطقة الشرقية الآن، وتحديدا إلى مدينة وجدة، حيث اتخذت السلطات عدة إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا ما مكن من انحسار رقعة الإصابات في الجهة. نتابع المزيد في هذا التقرير لعبد مولى بخريس وفيصل أبروش. بعد ظهور أولى الحالات المصابة بكوفيد-19 بالمغرب، كان لجهة الشرق منظور خاص لمواجهة تطور الفيروس. برنامج معلوماتي جغرافي تم إحداثه كإجراء استباقي للتتبع الآني للحالة الوبائية بالجهة. البرنامج تم تضمينه قاعدة بيانات جدا موسعة تهم جميع مناحي الحياة اليومية من أسواق وصيدليات حراسة، بالإضافة إلى تموقع الفنادق والدور المعدة لإيواء الحالات المخالطة خلال فترة العزل أو لمن يخضعون للعزل بعد رحلة الاستشفاء. فالنظام المعلوماتي الجغرافي فضلا عن تتبع الحالات الوبائية يتكون من مجموعة من الطبقات الموضوعاتية، وتتعلق أساسا بالتجهيزات الأساسية من مراكز تسوق وصيدليات ومراكز الإيواء ودور الطالبة، وكذا الفنادق التي تم تعبئتها خلال هذه الفترة. وكل هذا عبر منصة ويب دينامية آمنة يتم الولوج إليها من طرف عدة متدخلين، كل حاسس باختصاصاته، وهذا من أجل تجميع معلومات وعرضها أمام لجنة القيادة الجهوية التي يرأسها السيد الوالي، وبحضور مجموعة من المسؤولين الأمنيين والصحيين، وهذا بغية اتخاذ القرارات اللازمة في الموضوع. ومكن النظام المعلوماتي المسؤولين من التتبع الآني والجغرافي للحالات المصابة، وبناء عليه تم تقسيم الجهات إلى قطاعات جغرافية بغية التحكم في رقعة الإصابة بالفيروس. كما ساهمت قاعدة بيانات البرنامج في ضمان التموين الغذائي للأسر المستحقة طيلة فترة الجائحة. ساعة ساحة 16 غشت بوجدة تضغط عقاربها على توقيت الحجر الصحي، المنبه الذي يعتلي قمة البرج، والذي عادة ما يستعمل في إعلان وقت الإفطار إبان رمضان صار له استعمال آخر. على الساعة 6 مساء تطلق الصافرة إذانا بوقت إغلاق المحلات التجارية وعودة من هم بالشارع إلى منازلهم، فيما تكون الدوريات المختلطة للسلطات المحلية بالمرصاد لمن يتخلف عن الموعد. المطلوب هو أننا نسعر على أن جميع المحلات التجارية غلقت في الساعة 6، وكذلك أن جميع المواطنين يلتحقوا بالمنازل ديالهم. كل هذا كيدار في إطار أنه في إطار الحفاظ على الصحة ديال المواطنين من الوباء ديال 19.
هذه المجموعه ديال الاجراءات اللي تدار هو امكنتنا اننا نوصلوا نتائج ايجابيه على 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 مستوى المدينه، حيث تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس جميع المصالح او جميع رجال السلطه والمصالح الامنيه منخرطه في هذه العمليه. وبالرغم من خلو مدينة وجدة من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، إلا أن السلطات المحلية والأمنية تحافظ على ذات الاستعداد لضبط شوارع المدينة على إيقاع حالة الطوارئ الصحية، حيث تجوب الدوريات المختلطة المدينة طولا وعرضا للتحقق من التزام الساكنة بالحجر الصحي. مشاهدينا، في آخر المستجدات عن الوضعية الوبائية في المغرب، وهذا الخبر الذي وردنا منذ قليل، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المغرب إلى حدود الساعة 10 من صباح اليوم، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات في المملكة إلى 8408 إصابات. في المقابل تعافى تماما من الوباء 15 شخصا، ليقدر إجمالي عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء التام ب 7423 شخصا، فيما استقر عدد الوفيات في 208 حالات. نعود مشاهدينا إلى المنطقة الشرقية للمغرب ومدينة جرادة هذه المرة، التي ما زالت تحافظ على خلوها من فيروس كورونا، وقد اتبعت السلطات المحلية والأطر الصحية خطوات استباقية لضمان عدم انتشار الفيروس بالإقليم، على رأسها التحسيس بأهمية الوقاية واتباع التدابير الاحترازية. المزيد من التفاصيل في هذا التصريح التالي لمحمد الشريف مندوب وزارة الصحة بإقليم جرادة. من بعد ظهور هذا الوباء في الصين اواخر سنه 2019، وبما ان هذا الوباء كان كيتنقل بشكل سريع وكيشكل واحد الخطوره، وزاره الصحه بلورات الخطه العمل الوطنيه لليقظه الوبائيه والتصدي لهذا الفيروس، وعلى اثر ذلك قمنا ببلورات خطه اقليميه للتصدي لهذه الجائحه في الاقليم عندنا. وهذه الخطه كتمحور على تعزيز انشطه الرصد والتدخل والمراقبه، تعزيز انشطه الوقايه والحمايه، وتعزيز انشطه التواصل والاعلام. وعلى اثر هذا الشيء خصصنا مركز الامراض التنفسيه والصحه الرملي من اجل التكفل بمرضى هذا المرض، لا قدر الله يكون عندنا شي حاله في الاقليم، بطاقه استيعابيه 55 سرير. وكذلك قمنا بتخصيص سياره اسعاف لنقل هذا المرضى، تكون مخصصا لهذا النوع من المرضى. والحمد لله لحد الان لم نسجل اي حاله في الاقليم، وبأوامر ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعزز الإقليم بفريق طبي عسكري مكون من 3 أطباء و6 ممرضين و8 مساعدات اجتماعية يعملون معنا اليد في اليد من أجل التصدي لهذه الجائحة. وكما قلت الإقليم لم يعرف أي حالة، وفي إطار التصدي لهذا الفيروس نقوم بعمليات كشف استباقية في لهذا الفيروس عند الشركات والوحدات الصناعية وبعض الحرفيين والمهنيين الذين هم في تماس مع المواطن. لحد الآن قمنا ب 1368 حالة كشف، واتضح أنها كلها سلبية والحمد لله. نتحول إلى الجزائر الآن وجديد الأرقام المرتبطة بالوضعية الوبائية في البلاد، حيث كشف الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، كشف عن تسجيل 8 وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 715 حالة. وأوضح المصدر نفسه أن 111 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اكتشفت في الفترة ذاتها، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 1265 حالة، أي ما يمثل نسبة 23 حالة لكل 100,000 ساكن، فيما تماثل للشفاء 6799 مريضا.
مغاربيا دائما، الرئيس التونسي قيس سعيد يرفع حظر الجولان بكامل البلاد، والقرار يأتي بعدما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء تونس حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية. ويذكر أنه لليوم الخامس على التوالي لم تسجل في تونس أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليستقر مجمل عدد الإصابات في البلاد عند حدود 1087 حالة وفق ما أعلنته وزارة الصحة التونسية، فيما استقرت حالة الشفاء في حدود 982 حالة والوفيات عند 49 حالة وفاة، فيما تراجع عدد الحالات التي ما تزال حاملة للفيروس إلى 56 حالة.